بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي كيس سبورت في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو آسيا. في هذا الاستوديو سنكون مواكبين إن شاء الله لبطولة أمم آسيا اللي تبدأ في دورها 16 ابتداء من يوم الغد إن شاء الله بثلاث مواجهات، لكن الأهم بالنسبة لنا حنا يوم الاثنين المنتخب السعودي يقص شريط دور 16 بمواجهة ما هي بسهلة، مواجهة بتكون ثقيلة أمام المنتخب الياباني. المنتخب الياباني هذا لو رجعنا بالذاكرة من عام 2000 حتى الآن خلال 19 سنة قابلناهم في 7 مواجهات، 4 انتصارات كانت للمنتخب الياباني و3 انتصارات كانت للأخضر. اللي همنا إحنا كسعوديين في 3 مواجهات من 7 هذه كانت مصيرية، كانت البطولة النهائي كان عام 2000 خسرناها أمام اليابان ب1-0، وكانت في مواجهتين أخرى انتصر فيها الأخضر السعودي وكانت في غاية الأهمية ومصيرية. الأولى في 2007 في دور نصف النهائي ومن خلاله وصلنا للنهائي وكنا وصيف، وفي عام 2017 المباراة في جدة، مباراة فهد وربعها وفهد ورفاقه اللي تأهلنا من خلال هذه المباراة إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل غابت عنها الكرة السعودية عن المحافل العالمية. الآن المواجهة الثامنة من 2000 إلى 2019 ما في شيء صعب على الأخضر، صحيح أنها مواجهة مهمة، مواجهة صعبة، اليابان منتخب كبير لكن السعودية أيضا منتخب كبير ومنتخب قادر، والرجال اللي في الملعب يوم الاثنين بإذن الله بيكونون قد الكلمة وقد المعترك الكبير إن شاء الله. المباراة يوم الاثنين بنعادل رقم اليابان، بتكون 4 انتصارات مقابل 4، بيكون 3 انتصار مصيري أمام اليابانيين. كل اللي نقوله إن شاء الله موفقين. موفقين إن شاء الله. ضيوفي مع الأستاذ محمد السراح، حياك الله بريان. يا هلا والله، الله يحييك، حييك وحيي السادة المشاهدين وحيي اللي معانا على الطاولة اليوم الأساتذة الكبار، ونتمنى إن شاء الله نقدم حلقة جميلة جدا إن شاء الله، ونسعد دائما فوز الأخضر بإذن الله. بإذن الله. عبد الوهاب الوهيب معد أيضا معنا، حياك الله. مساء الخير عليك وعلى زملائي هنا في الاستوديو وعلى جميع المشاهدين، إن شاء الله نقدم ما يثري المشاهد. الله يحييك. أيضا معنا الكابتن فؤاد أنور أبو خالد، حياك الله. يا هلا والله وسهلا، مسي عليك ومسي على الأخوان المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله ومسي على الزملاء، ونتمنى إن شاء الله أنه وياهم نقدم حلقة تليق بجمهور شاشتكم. الله يحييك. أيضا معنا أبو عبد العزيز أحمد العقيل، حياك الله. يا هلا والله وسهلا فيك وفي الأخوان المشاهدين، أخونا الكبير أبو خالد من زمان عنه، يعني كانت يعني مفاجأة سعيدة لي أنه يكون معي ضيف، وطبعا الأخوان أبو ريان والأخ عبد الوهاب، وإن شاء الله نقدم ما يفيد المشاهدين بإذن الله. كيف كانت استعدادات الأخضر اليوم قبل 48 ساعة من مواجهة اليابان في دور 16 في هذا التقرير؟ نسينا منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في الشارقة وسط حضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز، وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الثنائي عمر هوساوي وياسر الشهراني بعد اكتمال جاهزيتهما. وقسم المدير الفني خوان بيتزي اللاعبين خلال الحصة التدريبية إلى مجموعتين، ضمت الأولى الذين شاركوا بصفة أساسية أمام قطر، إذ خصصت لهم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، في حين خصصت للمجموعة الثانية تمارين تكتيكية في حالتي الدفاع والهجوم قبل أن يجري بيتزي تقسيمة على ربع مساحة الملعب. وسيؤدي الأخضر في تمام الثالثة من مساء غد الأحد على ذات الملعب آخر حصة تدريبية قبل المباراة.
كما يعقد المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي مؤتمراً صحفياً في 15:15 من مساء غد الأحد في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب نادي الشارقة للحديث حول مواجهة ثمن نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان. كابتن فؤاد، لو أنت مكان بيتزي تشرك عمر هوساوي في مباراة اليابان؟ والله أول شيء صعبة صراحة، لأنه ما لعب مباريتين، ولكن دائما تجي بالنسبة للمدرب على حالة اللاعب في الملعب من خلال التمارين اللي تمرنها. قد يكون يعني المدرب مقتنع أنه اللي شافه في التمرين قد يعطي شجاعة للمدرب أنه ممكن أنه يزج فيه. لكن انا بقول لك هي سلاح ذو حدين. يعني انت تشوف ان احنا عندنا مشكله دفاعيه؟ والله شوف، المشكله الدفاعيه تكلمت فيها معك سلطان، كنا هنا قبل مباراه. حلو. قبل طيب، هل لو كان عمر جاهز هو الحل لهذه المشكله؟ لا، مش حتى لو جاء عمر مش حتنحل المشكله. المشكله لها فتره طويله موجوده في المنتخب، ولا نحمل مثلا الدفاع اكثر من طاقته، لأن هذه الأخطاء متكررة لها فترة طويلة. ويمكن ذكرت على الطاولة هنا قبل مباراة قطر، المشكلة في المنتخب أن من كأس العالم إلى فترة الآن كأس آسيا 6 لاعبين عمق، كل مرة يصاب واحد، مثلا يدخل واحد، ينزل مستوى واحد، يدخل مستوى واحد، وهذا صعب. أنت لما تجي اللاعبين اللي في النص، يعني إذا ما يلعبون في ناديهم مع بعض فهم يلعبون في المنتخب في الفترة اللي راحت هذه كلها يلعبون مع بعض. تختلف يعني لما أنت تلعب مع، حتى على مستوى الحارس لما مثلا يلعب مع المدافعين ويعرف متى هذا يطلع، متى هذا يرجع، متى، يعني لها حسابات يعني في كرة القدم لا بد أنك تأخذها في الاعتبار. أنا أشوف الفترة قصيرة من بعد كأس العالم والمباريات الودية اللي لعبناها 5 شهور أو 6 شهور على 6 لاعبين يتغيرون في مركز مهم في كرة القدم. أنا في وجهة نظري كرة القدم عندك الحارس، عندك المدافعين، وأيضا عندك المحور. هذول لا بد أنه يكون لهم فترة طويلة لعبوا مع بعض، انسجام، يعني انسجام، عملية الانسجام. فنتمنى إن شاء الله، يعني أنا ما أبغى أهبط الجميع، ولكن جزء من هذول المدافعين اللي موجودين هم اللي أهلونا أمام اليابان في جدة، وتأهلنا إلى كأس العالم، وأيضا الأغلبية لعبوا في 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 كأس العالم. المسألة الآن مسألة المدرب كيف يعدل هذه الأخطاء اللي حقيقة متكررة. وقت كافي. أنا أشوف إن شاء الله بإذن الله، طالما هو المدرب، يعني المدرب مش جديد، يعني له فترة طويلة أيضا مع اللاعبين، وممكن يلقى حل لهذه المشكلة في مباراة اليابان. لأن أنا بقول لك مباراة اليابان مباراة كبيرة، مباراة خطيرة، فريق متمكن، رغم البعض يقول مثلا بداية يعني مش كويسة في 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 هذه البطولة. أنا أشوف العكس، الفريق عندما مع أوزبكستان كان مهزوم الشوط الأول 1-0، عندما حس بالخطر ويبغى النتيجة قلب النتيجة 3 في 20 دقيقة. يعني عندك منتخب يقدر يسرع اللعب، يقدر يعني عندهم الخبرة الكبيرة، رغم أن حتى منتخبهم أيضا متجدد بعدهم. ولكن أنا أقول أي مباراة في العالم طالما المباراة في الملعب ما تحسم الا في 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 داخل الملعب، مهما كان الفريق كبير، ومهما كان فريق له اسم وله تاريخ وله اشياء كثيره، ورغم احيانا تكون انت مستواك مش مؤهل. يعني نكون صريحين، مباراتنا اللي في اليابان جاينا متاهل اليابان في 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 في, 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 في لكاس العالم، كان منتخب يعني الاغلبيه اقوى من هذا المنتخب الان اللي مشارك، لكن بالتركيز وايضا بالمكاثفه اللاعبين مع بعض، وايضا ما كان في راس حربه، كان برضو فهد المولد هو اللي يلعب. بس على فكره 14 لاعب في تشكيله اليابان هم كلهم يلعبون في الدوري الاوروبي.
انا ما تسع لاعبين فقط من المحليين. لا انا ما اتكلم الدوري المحلي الياباني، ما اتكلم يلعبون في الدوري الاوروبي، كثير منهم يلعبون في الدوري الاوروبي. انا اتكلم على عناصر المنتخب، المنتخب اليابان مش منتخب اليابان اللي من اربع سنوات وخمس سنوات مع بعض، يعني تقلص العدد كثير، بدأت تدخل دماء جديدة يعني في المنتخب. في المنتخب هذا ما يقل عن ستة سبعة متغيرين عاد يلعبون وين، ما 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 يعني محترفين. ولكن أتكلم على الخبرة، ليس ذيك الخبرة برضو القوية اللي موجودة في 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 في, في اللاعبين السابقين. محمد صراح ردة الفعل موجودة عند المنتخب الياباني متى ما تأخر بالنتيجة، الأوراق الرابحة أيضا موجودة عندنا في المنتخب. من اللاعبين اللي ممكن يشكلون ردة فعل في حال تأخر الفريق أو يكونون أوراق رابحة لبيتزي؟ طبعاً بالتأكيد اللاعبين الخبرة هم المفروض يعني يكون عندهم ردة فعل. وردة الفعل ترى ما هي مربوطة بلاعب واحد، ردة الفعل المفروض تكون ردة فعل جماعية للفريق ككل، يعني هو يكون عنده ردة فعل. هذا جانب. الجانب الآخر في كرة القدم إحنا نعرف دائماً الأسماء، وحتى يعني اتكلم احنا لما يمكن البارح احنا لما تكلمنا عن تاريخ اليابان، وتاريخ اليابان معنا فتره طويله. لكن الان انا اعتقد ان الواقع يقول ان المنتخب الياباني حتى الان ما قدم نفسه بشكل جيد. حتى الان اتكلم هذا الواقع، هذا اللي نشوفه. ممكن بمباراه السعوديه يختلف المنتخب الياباني، لكن دائما حتى الاسماء وهي محترفه برا، انا اعتقد يعني الاسماء هذه ممكن يكون تفتقد الانسجام، ممكن تفتقد المدرب الجيد اللي يعرف كيف يعني يشكل فريق داخل ارضيه الملعب، يكون عنده التكتيك المناسب لكل مباراه. يعني ممكن تكون هناك اشياء معينه وتفاصيل معينه يعني احنا نجهلها بالمنتخب الياباني. لكن بالاول والاخير انا اشوف ما في جاب كبير في الامور الفنيه بين المنتخب الياباني وبقية المنتخبات. يعني اليوم أنا ما أقدر أقول أن المنتخب الياباني على المستوى اللي يقدمه الآن في دوري مجموعات أنه المنتخب الياباني ممكن خلاص هذا منتخب ممكن يأخذ كأس آسيا. أنا ممكن أرشحه مع عدة منتخبات، لكن ما ممكن أرشحه لوحده، لأن حتى الآن ما قدم المستويات المقنعة بالنسبة للمتابعين. هذه جزئية. الجزئية الثانية المنتخب السعودي، أنا أعتقد مهم جدا يكون فيه ساتر دفاعي. يعني دائما أنا أقول مشكلتنا بالكرة السعودية دائما نحمل المدافعين والحراسة، يعني نحملهم المسؤولية كاملة. وأنا أتذكر يعني بس يمكن أذكر الشباب والسادة المشاهدين، يعني لما الهلال كان عنده رادوي كان عبارة عن ساتر دفاعي، يعني كان لاعب محور. دائما أقول لاعب المحور لما يكون عندك محاور جيدين ومحاور يعني يستطيعون يصيرون ساتر دفاعي قبل الدفاع، يعني يكون 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 المهام يعني بين 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 المدافعين وبين المحور تكون هناك مهام بتخليص الكور قبل وصولها للمنطقه الخطره بالنسبه من الموجودين يقدر يقوم بهذه المهام. يعني انا اتوقع وفق المتاح الان لنا، يعني يمكن نوح الموسى يمكن اكثر واحد يمكن لو يلعب محورين، احنا قلنا يمكن البارح يمكن يكون يخفف العبء. لكن في جزئيه بسيطه انا ودي اقولها بالنسبه لمحمد عويس. محمد عويس انا شفته عقب يمكن مباراتنا مع اورجواي يوم يخرج على الكوره وما يستطيع يصدها، بدا يتحفظ انه يخرج. يعني فانا اقول غلطه واحده يعني عاديه، لكن محمد عويس يعني قامته يمكن شاهدنا مباراتنا احنا مع قطر، مفترض ان الكوره اللي ضربها المدافع مفترض ان محمد عويس يعني تصدى لها، خاصه الكوره اللي في خط السته. خط السته بالنسبه له ملك الحارس، ملك واي احتكاك فاول. اي نعم. فانا اعتقد ان هذه الجزئيه بالذات يعني يمكن طبعا مدرب حراس انا ما ادري عن توجيهاته. احيانا ترى بعض مدربين حراس مر علينا كثير من مدربي حراس لا تطلع، يقول لك لا تطلع لا تتقدم، يعني ممكن هو اللي يحبطك. لكن انا بس هنا ما ترجع لاحساس الحارس وخبرته. الا انا اقول لك شوف انا متاكد مثل لما كان محمد الدعيع يحرص في المنتخب كان ممكن بخبرته يرى اشياء معينه ممكن نفذها بدون تعليمات المدرب. حتى يمكن كابتن فؤاد يمكن في اشياء كثير يسويها بدون ما يرجع مدرب. لو اقول الحين كابتن فؤاد والله التسديد من خارج ال 18 يوم قدام المغرب، هذه يمكن ما هي بتوجيهات مدرب اكثر من حلول عند اللاعب وامكانيات عند اللاعب. يرى انه الوقت هذا انه لا نفذ ممكن يسجل الوقت هذا. فهد مولد لما يعني سجل الكره اللي جاته
ما يعني ممكن ما يتدرب عليها. هذه موجوده في يعني امكانيات اللاعب وموهبه اللاعب. فلذلك انا اعتقد ان اللاعبين بعض اللاعبين يسخر امكانياته وموهبته في خدمه الفريق. وبذلك انا اعتقد اللاعبين السعوديين يملكون الحقيقه من المهاره اللي تساعدهم ان شاء الله باذن الله تعالى انهم يعني يقدمون انفسهم بشكل جيد وكل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي ان شاء الله. وانا فؤاد انور والله ما جامله، هو يعرف اني انا احبه على الصعيد الشخصي. الرجل هذا لو ترجعون بالذاكره وتشوفون مبارياته طرف المحور لحاله، يقول الشباب اطلع وما جاكم علي، ومن وراه محمد الدعيع وخليوي وسليمان الله يغفر له ويرحمه خليوي واحمد جميل. المحور ذيك الايام كان مهم، وانت عندك حلول تقدم وتعطي. من اللي ممكن يقوم بهذا الادوار الحين؟ ابي على العجاله عشان بروح لاحمد العقيل. شوف، المحور في كره القدم مهم لين ما تقوم الساعه، لانه يربط بين المدافعين ويربط ايضا بين الهجوم. في الفتره اللي راحت صراحه مباراه كوريا ومباراه لبنان احنا محتاجين لاعب محوري، منا محتاجين ولا محتاجين ساتر دفاعي، لان فريق قدامك ما منتب. بس تحتاجه قدام اليابان، قدام اليابان وقدام، كنا محتاجينه قدام اليابان وقدام قطر، يعني المباراتين هذه اللي راحت ومحتاجه. كل ما تمشي انت محتاجه، لان انا بقول لك ومساله ان الان هذا الوقت اللي نحتاج فيه يكون فيه اثنين محورين، واحد ينظم اللعب واحد ياخذ عمليه قطع الكور وايضا يساعد المدافعين، واذا طلع احد من الاظهره ممكن يسقط هو محله. هذه الادوار المحور. ولكن احنا لا نختزل الموضوع هذا في المحور، لا، مباراه قطر كان في اخطاء دفاعيه ما لها دخل تنظيميه. تنظيم ما لها دخل في المحور، وليست مشكله يعني أفراد. كورنن انا كسنتر احط المهاجم قدام حارسي واكون انا برا، هذا خطا. صحيح. المفروض انا اللي اكون جوا وهو اللي يكون برا. صحيح. يعني هذا شيء بديهي. صحيح. الكرة اللي لعبت اثنين السناتر متكلين عليها وجت، هذه ما يحتاج لها. صحيح. لكن احنا في المباراتين كنا نحتاج نلعب بالاسلوب هذا بالمحورين، الاول والثاني وانسب واحد الان في الوقت الحالي اللي هو نوح الموسى. طيب احمد العقيل، وش اكثر شيء تخشاه على المنتخب السعودي في مباراه اليابان؟ شوف، هو اكثر شيء ان اليابان الى اليوم ما لعبت، ترى الثلاث مباريات اول شيء يعني المجموعه حقتها كانت ضعيفه جدا، وفازت بأقل مجهود في الثلاث مباريات، وكان واضح أنهم ما يبغون يقدمون كل ما عندهم. يعني المنتخب الياباني ما حد ينكر أنه طلع من كأس العالم مع بلجيكا في الوقت القاتل، وكان فائز على بلجيكا 2-0، فيعني منتخب ثقيل، لكن في البطولة هذه إلى الآن ما ظهر. ليش؟ لأنه يختزل مجهوده لقدام، يختزل مجهود الا دور الاقصائيه، دور ال 16، دور الثمانيه، دور الاربعه والنهائي. هذا اللي قاعد يسويه، هذا اللي واضح لنا، انه يبغى يفوز باقل مجهود، ما يبغى يفوز بسته وبسبعه ولا هو كان يقدر يفوز على الفرق اللي معه في المجموعه في ظل الضعف الفني اللي فيها. اليوم احنا يعني للامانه انا اشوف ان اكبر مشكله تواجه بيتزي او تواجه المنتخب السعودي حاجتين، الاولى التنظيم، وانا دائما العناصر الموجوده تقدر تقول والله لو فلان لعب وفلان ما لعب، لكن في الاخير هل كان في تنظيم؟ ترى في مرات كثيره انت تلعب مباراه يصير فريقك ناقص 5-6، لكن اللي يشوف المباراه ما يحس انك ناقص. ليش؟ لان شغل المدرب عندك مسوي تنظيم، سواء على المستوى الدفاعي او على المستوى الهجومي. اللي صار الاخطاء الفرديه اللي صارت واضح انه ما كان في تنظيم ابدا. يعني احنا لعبنا اول نص ساعه امام قطر كانت مثالية هجومية، كرة فهد اللي في العارضة وكم كرة جوا الـ18، وبعدين بدأ الفريق شوي مثلا يفقد تركيزه، بدأت كور تجي في العمق، كورتين ورا بعض، واحدة البلنتي وبعدها الهدف. الشوط الثاني كان يعني جدا توهان، ما كان في أحد يغطي الأظهرة، كانوا يشتغلون على الأظهرة سواء ظهير اليمين أو ظهير اليسار، كل كورهم على الأطراف، ما كان في تنظيم، ما كان اللاعب ما يدري وين يوقف. في الاخير اليوم انا نقول احنا ناقصين عمر، احنا ناقصين معتز، احنا ناقصين ياسر، صح، وانا اتفق مع اي واحد لعيبه لهم قيمتهم، وفنيا اي الفريق اي منتخب او اي فريق يتاثر بنقص ثلاث لعيبه، لكن في الاخير انت ما شفت تنظيم. لو شفت تنظيم هنا تقول لا والله ادواتي ضعيفه، لكن اجتمع عليك ان الاساسيين غابوا فصارت عندك الادوات الاحتياطيه هي اللي تلعب، وايضا ضعف التنظيم. طيب اللي خايف انا من اليابان ان احنا
يستمر مسألة عدم التنظيم في الخلف، هذا اللي خايف منها. والثانية أنه اليابان ما ظهرت إلى الآن بالصورة حقتها. طيب عبد الوهاب، يعني سبع مواجهات من 2000 لين 2019 كانت ما بين المنتخب السعودي والياباني، 4-3. يعني حتى في واحدة من المباريات اللي فاز فيها اليابان المنتخب في ذيك الفترة كان سحابة سوداء مرة على الأخضر، ما كان هذاك المنتخب القوي ولا المؤثر لا على الصعيد الآسيوي ولا في التصفيات. في بطولة واحدة فاز علينا مرتين، أي في لبنان فاز، اللي في لبنان كان في البداية بعد ما قال ما شاء الله ومسكنا الجوهر وخسرنا 1-0، ضاع بلنتي في النهاية بالمناسبة، يعني كانت مباراة متكافئة جدا. بس سبعة مقابل أربعة، الأرقام تقول أن المنافسة موجودة، لا في تكافؤ، ما يعني ما في شيء يخوف الأخضر من اليابان. ما تجاوز المنتخب السعودي لم فترة قريبة في عدد بطولات الآسيوية كان المنتخب السعودي تجاوزهم، لكن أنا ودي أربعة مقابل ثلاثة. ودي أرجع الموضوع مسألة ملاحظات الزملاء على المدرب. أنا أتفق أنه لازم يكون في محور تقليدي في أي فريق، لازم يبقى حل. ومثل ما تفضل الأستاذ الكابتن فؤاد أنه جدا مهم المحور، لكن اللي واضح انه بيتزي ما يهتم للمنطقة هذه لانه يلعب طريقة لعب ما تحتاجه. ضرب مثال استاذ محمد في الهلال انه كان عنده رادوي ساتر دفاعي. الهلال الموسم الماضي حقق بطولة الدوري وما يلعب محور دفاعي، حتى الخيبري كان يحط احتياط وهو المحور الدفاعي الوحيد في نادي الهلال اللي هو بمعنى عبارة ساتر دفاعي، الباقين أقرب لصناع اللعب. لكن لي ملاحظة أخرى على بيتزي غير مسألة المحور، أنا أتفق بالمناسبة أنه لازم يكون عندك محور. ليش؟ لأنه لازم يكون عندك طرق لعب أخرى مختلفة. يعني لما يحفظك فريق مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، يجيك فريق منتخب قطر دارس المنتخب السعودي ويوقف الأطراف اللي إحنا نشتغل عليها كمنتخب سعودي، وقفهم وغزاك من منطقة قوتك، هنا تجي الطرق الأخرى. المفروض يكون عندك حلول أخرى، طريقة لعب ثانية مختلفة، تنزل شوط ثاني مفاجئ المنتخب المقابل أنك غيرت طريقة لعبك، جيتها من العمق، لعبت كثفت الوسط مثلا، لعبت بجناحين على أساس يغطون مع الأظهرة يكسرون لعبة الفريق المقابل. أنا أقصد أنه لازم يكون عندك حلول أخرى، طرق لعب مختلفة تلعب فيها في حالة المفاجأة أو في حالة الظروف اللي تواجهك، لأنه ممكن يصاب لك لاعب محوري مهم جدا في طريقة لعبك بعدين توقف ما تقدر تأديها. هو ما عندك حلول بديلة؟ ما عندي طرق لعب بديلة. طريقة لعب بيتزي واضحة أنه الضغط في ملعب الخصم، لما يجيني الخصم في ملعبي أضيع، هذه طريقة بيتزي وهذا شفناها حتى في الهلال بالمناسبة. الفريق اللي هاجم الهلال يعاني الهلال منه، لكن لما يستسلم له ويدافع في منطقته راح ينهزم، لأنه مدرب الهلال أيضا يعتمد نفس الأسلوب وكلهم أعتقد يحاولون يجارون طريقة غوارديولا في 4-1-4-1 الضغط على في ملعب الخصم. لكن متى تكون تضغط في ملعب الخصم؟ لما تكون تملك دفاع قوي قادر أنه يواجه الهجمات المرتدة، يواجه العناصر المفاجئة الفريق المقابل. هذا ملاحظتي أنا، أتمنى طريقة بيتزي، أنا معجبتني على فكرة بالمناسبة يعني، وفي أدوات عنده. كل هذا ومعجبتك؟ لا لا، الأساسية اللي يلعب فيها في أدوات ناقصة تكملها، ولا إحنا شفنا مباريات جميلة جدا المنتخب السعودي قدام مصر قدام اليابان أدوا الطريقة كما قدام يجب. اليابان متى؟ بيتزي ما كان قدام اليابان في التأهل لكأس العالم. لكن أنا أقصد ليش ما يكون عندي طرق بديلة، طرق أخرى في اللعب أفاجئ فيها المنتخبات مثلا، يعني جيني متعود ودارسني على طريقتي أجيها فاجئة بطريقة مختلفة تغير المستوى. أنا عندي نقطة عشان اللي شاهدنا ما نغتسل، يعني إن لو لقينا المحور في المنتخب ومحور تمام بتنحل مشكلة المنتخب أو بينجح المنتخب. ليس بالضرورة، لا مش لا هو فيه ومكمل، نحتاج هو مكمل للطريقة اللي أنت ممكن تلعب فيها. طب بتستغني عن مين مثلا؟ لكن أنا بقول لك في الواقع الأخطاء اللي قاموا فيها الدفاع هي كسرت ظهر الفريق. يعني عندك هدفين وعندك بلنتي وعندك الهدف اللي على القائمة الأول اللي ألغي، كلها أخطاء دفاعية. يعني أنا بقول لك تهد أي منتخب أو أي فريق، بغض النظر تقول لي والله في تنظيم وفي ذا ما أدري وش، إحنا في المباراة الأولى أشدنا بالتنظيم، في المباراة الثانية أشدنا بالتنظيم. لكن أنا بقول لك أحيانا
حتى لما يكون عندك لاعبين على مستوى ولاعبين على ذا، عندما تخطي خطأين في مباراة ويأتي فيك جول وفي مباراة حساسة زي كذا، حتى لو أنت تملك التنظيم القوي في المباراتين اللي سابقة حينكسر هذا الحاجز بالنسبة للتنظيم، حيصير فيه خلل، حيصير فيه خلل. زي ما الحين أنت تشتري سيارة كبيرة، السيارة مثلا كويسة زينة وذا، لما تضرب مطب قوي وتمشي حتحس في أشياء في السيارة غريبة، فهمت؟ وهي سيارة جديدة وكذا وماشية وأنت فرحان فيها. فأنا أقول لا نغتسل الموضوع في 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 المحور أو موضوع في التنظيم، لأن المباراتين الأولى كلنا أشدنا فيه حضور ذهني، أشدنا بالحضور الذهني والتركيز و و و يعني، وقدرنا أن كيف ناخذ المباراة ونكسب المباراة. جميل. لكن في المباراة هذه صارت أخطاء ما صارت في المباريات الثنتين اللي سبقها. صحيح. لو أن سبقها في المباريتين نفس الأخطاء نقدر نقول تنظيم ونقدر نقول محور ونقدر نقول، لكن طبيعة لعبنا إحنا لابد أن يعني إحنا متعودين دائما يكون في محورين، محور تعطيه الحرية وللتنظيم ويستلم وذا ويربط لك الفريق، ومحور دائما هو مسؤوليته في الكرة الثانية لما يمسكها الفريق. ولكن نرجع ونقول الأخطاء هي ما هي اللي هدتنا. إذا قدر المدرب في الفترة هذه الأربع أيام على الأقل أنه يجلس مع المدافعين اللي بيلعبون، وأيضا وفي أشياء داخل الملعب ممكن أنك تسويها للعيبة وترفع من معنوياتهم وتنسيهم الأخطاء والتهيئة الذهنية وكل شيء. لأن أنا بقول لك الآن مباريات خروج المغلوب ترى لا تقوم على المدربين فقط، إنما هي تقوم على اللاعبين نفسهم. إذا اللاعب مستعد، إذا اللاعب مهيئ نفسيا، إذا اللاعب لياقيا كويس، إذا اللاعب ذا. المدرب قد في المباراة ما يأخذ 20% 30%. المدرب أنا بقول لك نقطة رقم واحد عنده كيف يعمل لك التشكيل الصح، هذه تعتمد اعتماد على المدرب كيف الطريقة اللي بيلعب فيها. إذا نجح في الثنتين هذول الباقي الموجودين اللي في الملعب التطبيق وكيف تقدر تدير. احيانا انا بقول لك هذه في احيانا انا ما اشوف الا فهد المولد حقيقه، الابتكار في اللعب وعبد الله عطيف. احنا فقدنا سلمان، وهذه يعني انا في وجهه نظري يعني افتقدت لاعب كبير سلمان الفرج اللي هو غايب بسبب الاصابه لكن خلنا قبل لا اخذ رايك استاذ محمد خلنا نشوف مع التغريدات، نخلي الجمهور يشارك معنا من خلال تويتر على هاشتاغ البرنامج استديو اسيا. يقول يوجد خلل في الدفاع، ولسد هذا الخلل لابد من مشاركه عمر هوساوي. في تغريده ثانيه بعد جتنا من يقول سؤال لضيوفك يا اخي سلطان، الا ترون ان مشاركه غالب مع طيف في المحور امام اليابان هام جدا لسببين؟ اولا اجادته في افساد هجمات المنافسين، ثانيا لاعب لديه خبره كبيره في مثل هذه المواجهات الهامه والحاسمه. في تغريده بعد يا شباب ابو سعود يقول اتمنى اللاعبين يدخلون مباراه اليابان بدون ضغوط وبتركيز عالي ويبعدون عن الاخطاء الفرديه، ان شاء الله فايزين على اليابان. انا شايفها 2-1 بس هو يمكن يقول 3-1 2-1 شايفين 2-1 شاشة بعيدة عني وأنا أبو عيون. لا كاتب 3 يقولوا لي الشباب 3-1 يلا الله يسمع منك يا عبيبي. واحد صورني بنتاهل بلنتيات هدف ذهبي. هدف ذهبي وين؟ ما انتهت هدف ذهبي. هدف بس هدف بالنسبة لنا ذهبي يودينا. محمد سراح أنت قلت نوح الموسى الرجل يقول لك غالب. أنا أعتقد أن غالب طريقته مشابهة لعبد العطيف بشكل كبير يعني. لذلك لما اثنين نفس الطريقة يكون عندهم نزعة هجومية أكثر، وغالب يعني نعرف احنا عبد يعني ابراهيم غالب انه يرسل كور طويله. النقطه الثانيه غالب يعني بعيد الان اللي لعب المباراه الاخيره هو نوح الموسى، لكن غالب يعني ما لعب المباريات السابقه، فلذلك انا اعتقد يعني اقرب واحد لعب هو نوح الموسى. هذه جزئيه. الجزئيه الثانيه حتى في ناديه برضه نعم. اعتقد غالب مو بشارك احتياطي في المباراه الاولى الا احتياط بس ما لعب اتكلم يعني. لا انا بس عندي وجهه نظر بس بسيطه، انا اقول اتمنى من المنتخب السعودي انهم يحرصون انه ما يجي هدف، وان الهدف ان شاء الله باذن الله تعالى زي ما سوينا احنا يوم التاهل، تذكرون يوم التاهل في جده كنا نقول احنا ما يعني حتى بتحليلنا احنا انتوا لا يجي علينا هدف، والهدف بيجي بأي دقيقه يجي ممكن خطا بي لكن لا يجي علينا هدف. هذه يعني لما يكون في تركيز عالي في الحاله الدفاعيه
الحالة الهجومية يعني ممكن يجي هدف من فاول، ممكن يجي هدف يشوت لاعب تضرب مدافع تغير اتجاهه، يعني بأي طريقة ممكن يجي هدف في المباراة. النقطة المهمة الحقيقة واللي أنا يعني أستغرب، يمكن إحنا في مباراتنا مع أتكلم مع المنتخب القطري ما جانا إلا يمكن هجمة وهجمتين كانت منسقات بالهجمة المرتدة. المفروض الهجمة المرتدة بالنسبة لنا تكون يعني خطيرة جدا على الفريق الخصم. تقصد من ناحية السرعة في الارتداد؟ أنا أتكلم بالسرعة بارتداد واستفادة من الهجمة المرتدة. هي جت ذيك حقت فهد اللي ركدها وعلى طول يعني بس يعني أنا أتكلم يعني المنتخبات احيانا تشوف انت بالهجمه المرتده يكون عندهم تركيز عالي يعني استفاده من هجمه مرتده. لما تجيني من ثلاث اربع هجمات مرتده على الاقل استثمر واحده منها يعني. فهذه الامور مهمه جدا يعني تعطيل اللعب واستحواذ واللعب بوسط الملعب ما راح يصنع لك شيء. يعني انا اقول دائما افضل فريق في الارتداد انه يكون اقل لعيبه ممكن متواجدين اللي هم في فريق الخصم. هذا طريقة ارتداد مهمة جدا وتطبقها كثير من المنتخبات. تشوفوا يعني احنا يمكن قدام لبنان وقدام كوريا يعني كانت نفس المنتخبات هي اللي تلعب على المرتدة، مو احنا نلعب على المرتدة. لكن لما تيجي منتخبات متساوية انت وياها بالامور الفنية، الذكي هو اللي يعرف كيف يحصل منطقته كويس ويلعب على ارتداد. طيب احمد العقيل، كيف نشيل الضغط عن اللاعبين قبل هذه المواجهة؟ والله انا اشوف ان اللعيبه من راحوا البطوله وهم برا الضغط يعني غير مطالبين. يعني من رحنا هناك وحنا ما طالبنا اللعيبه إيه، بس لما تتاهل بعد غياب كبير اخر نسختين وبتكون قدام يابان بده يكون في ضغط حتى لو داخلي بينهم في المعسكر. هذا في المعسكر، لكن اتكلم لك صراحه ولاول مره يعني انا اشوف المنتخب يلعب بلا ضغط. وانا اقصد اللي في المعسكر اعلاميا جماهيريا مسؤولين حتى يعني المسؤولين ما طالبوا ما وضعوهم تحت الضغط. داخل المعسكر انا اتوقع ان الخساره في المباراه الاخيره احدثت صدمه ايجابيه للعيبه، ان اللعيبه الان يبغون يلعبون لهم او يظهرون نفسهم بشكل جيد. المشكله في المباراه الاخيره انت ما خسرت وانت كنت كويس، ترى في بعض المرات الواحد يخسر ولكنه أدى، يكون الأداء شفيع لك، والله أنا معلش أدينا كويس بس خسرنا، لكن اجتمعت أنك ما كنت في يومك، ما كنت موفق في الأداء، ما كان أدائك جيد وخسرت. اليوم اللعيبة، أنا اللي متأكد أن اللعيبة الآن أمام اليابان يبغون يظهرون بشكل جيد حتى يرضون على أنفسهم، حتى لو لا قدر الله أن احنا ما فزنا أقل شيء أنهم يقدمون شيء يقنع الشارع الرياضي ان طبعا المنتخب السعودي وقيمته الفنيه العاليه واسمه وتاريخه الكبير. اليوم انا اتوقع 200% طبعا اكيد ان الاجهزه الاداريه والمدير الفني لهم لازم يجهزون الشيء ذا، بس انا اتوقع ان كل لاعب بينه وبين نفسه يرى انه ما قدم شيء في المباراه الاخيره وانه لازم يقدم في المباراه الجايه بصرف النظر عن نتيجه المباراه انه يقدم مستوى انه يطلع من الملعب وهو راضي على نفسه حتى لو خسر. عبد الوهاب، من الافضل بالنسبه للاعبين من ناحيه التهيئه النفسيه، الرئيس اللي يمكن ما بعد عرفوه بشكل كبير قصي الفواز، او المدرب بيتزي، او مدير المنتخب، من اللي المفروض يكون اقرب لهم للتهيئه النفسيه؟ والله شوف انا وجهه نظري انه الكابتن الفريق، كابتن والمجموعه الخبره. انا عندي بالمناسبه هنا سؤال ودي اسال، انا استمتع اذا كان معي لاعب دولي في الاستوديو خصوصا مثل فؤاد انور ما شاء الله عليه الله وخبرته العريضه ومستواه الرائع اللي كان وروحه العاليه. انا ودي اسال سؤال بس قبل لا تساله قبل لا تساله عطني اجابتك. قلت لك الكابتن الفريق. طيب كابتن الفريق، كابتن الفريق عندك الكابتن الاول ابراهيم غالب من المفترض. نعم. الثاني سالم وعمره سالم. المفروض انهم يسمعون مع اللعيبه من نفسهم، يعني هم اللعيبه نفسهم يعني الأسماء هذه قادرة على عمل مثل هذا الدور، قادرة على عمل دور مثل أسامة هوساوي سابقا أو سعود كريري قبل. أنا بالمناسبة ترى أنا أختلف في مسألة الضغط، ليش أخاف على لاعبتي من الضغط سواء كان إعلامي ولا جماهيري؟ ما يهمني، لاعب مثل لاعب كأس العالم، لاعب بطولات قوية، ليش يتأثر بالضغط؟ المفروض أنه لاعب محترف وقادر على تحمل الضغط. أنا ما جبتك المنتخب وميزتك عن بقية اللاعبين لأنك قادر من جميع النواحي. السؤال اللي بسأله الكابتن فؤاد، أيهم أفضل بالنسبة للمدرب؟ اللاعب المتجانس مع الفريق ولا اللاعب لو عندي اثنين، لاعب متجانس مع الفريق ولاعب أفضل منه بشوي لكنه غير متجانس، فكرة غير المجموعة، إيش يفضل المدرب غالبا؟ لأنك تكلمت عن تجانس قبل شوي. المدرب لازم يكون لاعب متجانس يعني أهم شيء أهم شيء. وحصلت برضو بعد في السابق معنا
يعني أتذكر لك في كأس العالم هو أهم مشاركة شاركنا فيه، يعني يوم من الأيام يوم تعور صالح المطلق وتعور الموينع، صالح المطلق حاولوا فيها ياخذ ابره وكذا، وعيه ياخذ ابره عشان انه يلعب ال 94 فجاء المدرب وقال ميدي الان انا ما عندي وقت، اقرب محور اللي ممكن انت قد لعبت معه وقد ذا وممكن لو لعبته معه تكون مجانسين مسجبين. قلت له طلال جبريل، استدعى طلال وقدم مستوى حلو في كاس العالم. لا انا اقول لك يعني الانسجام بالنسبه مهم بالنسبه للاعب بالنسبه لده. بس انا دائما برضو بتكلم على موضوع الضغط. لا هذه 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 ترى تصريح للتاريخ. اي ان انت كان لك دور في اختيار كابتن طلال انه يكون معكم في المنتخب. هنا لما اقول لك بمشوره المدرب. نعم طلبك قال لك من افضل لاعب تحس انك تجان متجانس معه عشان ان الوقت قصير ما كان في شيء. خلاص بنفس الخانه. لا 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 احنا كنا في امريكا قبل كاس العالم باقي اسبوع باقي اسبوعين على على اول مباراه على اول مباراه مع هولندا وإن كنا معسكرين في امريكا وبننتقل لواشنطن عشان نبدا تحضيرات بالنسبه لي. وجاء فهد الهريفي وطلال جبريل اللي انضموا على 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 المجموعه. بس ترى معلش خلص تفضل. بالنسبه للتهيئه النفسيه ويمكن ابو خالد يتذكر هذا الشيء كويس، ترى الاداريين والمدير الفريق المدير الفني المدرب يتعبون في المباريات اللي يكون خصمك ضعيف. ما هو لا ايوه ضعيف ما هو صحيح. ما هو خصم كبير يعني انا عشت الموضوع هذا واكيد ابو خالد وابو ريان نعم صحيح. مباراه محل بتكلم عن محليا لما تروح تلعب مع الاتحاد ولا الاهلي جاهزين ما يحتاج يعني اللاعب هي نفسه لان اللاعب ايش بيلعب مستشعر المسؤولية. ايه لما تجي تلعب ضد الهلال ضد النصر نفس الشيء يدري ان الاضواء عليها لكن متى تعاني لما تجي تلعب مع فريق من الدرجه الاولى او فريق ما عنده اعلام او جماهيريه او ما عنده نجوم في الملعب او مو بوضعه في في المراكز المتقدمه لما يصير في المراكز الاخيره هذه تتعب يا عيال لازم تركزون يا لعيبه لازم يصير في كذا وهذا اللي اليوم من مصلحتنا يعني من الاشياء اللي كويسه انك بتلعب ضد اليابان اللاعب بيستشعر قيمه اليابان بيستشعر قيمه المباراه اهميتها فممكن ان تكون تهيئته هو من نفسه وهذا يمكن نفس السيناريو اللي صار في 2007 تجاوزنا اليابان وخسرنا من العراق يمكن الظروف التهيئة ممكن تكون لها دور لأنه واضح على اللاعبين في نهائي 2007 كانت عليهم بعض النقص أنا أحب على زي ما يقولون أكل العنب حبة حبة إحنا نعدي اليابان وبعدين عاد بعدين من ناحية الضغط ترى 2007 على ما تفضلت سلطان ترى إحنا استنزفنا في مباراة اليابان أخذت مجهود كبير من اللعيبة لما رحنا سافرنا لمباراة العراق كنا جايين لمباراة العراق والعراق كانوا يعني قبلنا بيوم كانوا الظاهر ملاعبينهم فلذلك لما جينا احنا سفر وانتقال كانت فترة الراحة لهم ايه اكثر كانت فترة الراحة لهم اكثر ولعيبتنا يعني صراحة ما في فترة استشفاء كافية انك تلعب النهائي يعني كان نهائي قصير اتذكر ذاك الفترة كانت الفترة كانت فترة قصيرة على السفر وزي كذا والاشياء هذه فلذلك انا اعتقد ان لما تيجي مباراة جامدة يعني المباراة اللي بعدها بعض الاحيان الفريق يكون ما زال مرحله استشفاء ما وصل لمرحله التهيئه الكامله. تفضل فؤاد كان عندك شيء بتكلم. انا بتكلم من ناحيه الضغوط، انا اقول لاي لاعب سواء موجود في المنتخب او موجود هنا في الانديه. هذه كره قدم حتعيش انت ضغوط طول حياتك، خاصه اللي في الانديه الكبيره والانديه اللي متعوده على بطولات والمنتخب اللي متعود على بطولات ومتعود انه هذه خلاص لازم انت تتاقلم نفسك انت كلاعب. تأقلم نفسك ما انت كلاعب مع هذه الاجواء لانك حتعيشها في كل مراحلك يعني انا بقول لك عندنا 5 انديه الان في الدوري هذه كل سنه احتمال انها تحقق بطوله وتيجي مباريات زي كذا وفيها ضغط وفي ذا لابد اللاعب يكون متحملها لما تشارك مع المنتخب تصفيات كاس العالم كانت كلها ضغوط لابد هذه حياتك انت يا لاعب كره القدم لازم انت تاخذ لك خط كيف تقدر تتعامل مع هذه الضغوط لان من اول ما تبدا لين تنتهي اذا انت لاعب كويس ولاعب منتخب ولاعب في نادي كبير معناته ان حياتك العشر سنوات او 12 سنه بتلعبها لازم تبرمج نفسك على الاشياء هذه وطبعا لابد انه يكون في مساعده من ناس اكبر منك من ناس عندهم خبره من ناس ده بس انا اقول للاعب نفسه انت حتعيش هذه الضغوط لحد ما تقول اعتزلت المشكله مش كل واحد يملك العقليه يا ابو
مش كل واحد يملك العقلية، لأنه النضج أحيانا النضج ثقافة. الكروي خلينا نسميها ثقافة، النضج الكروي اللي يملكه اللاعب معني من ثقافته وتعليمه النضج الكروي. أنا أتكلم عن الثقافة الكروية، في الثقافة الكروية النضج الكروي اللي يملكه اللاعب يساعده على فهم العملية، يساعده على تحمل الضغوط. لا عبد الوهاب شوف الحين أنا أتكلم، أنا بعد ما اعتزلت وبعد ما خلصنا أنا أوجه رسالة للاعبين، أوجه رسالة ذا أي لاعب مميز حتعيش ذا الضغوط، عشتها أكيد أكيد، عشناها كلها وعرفنا كيف نتأقلم معها. أصلا هذا اللي يفرق اللاعب المميز عن غير المميز إلى مرحلة. بس بعد ما انتهيت عرفت أن كرة القدم مع نادي كبير ومع منتخب كبير هتعيش طول حياتك في تحت الضغوط، لازم تتأقلم معها. صحيح، لكن فؤاد يعني أنا أقول ترى الضغوط حتى على الإدارات، حتى على المدربين، حتى يعني على أتكلم منظومة كرة القدم كاملة، يعني بـ بـ يعني اللي جالسين حتى القريبين من اللاعبين يعيشون ترى نفس الضغط. يعني لأنك أنت الحين لو تعمل ليل ونهار وتدفع فلوس يعني لا بس أنا بقول لك اسمعني، أنا بقول ضغط اللاعب لما ينتقل معه الملعب يختلف عن الإداري. صحيح، الإداري أنت جالس على كرسي ومضغوط، ممكن بعد المباراة تأخذ لك حبة ضغط ولا حبة مدري وش هذا، لكن أنا محتاج من اللاعب هذا اللي داخل الملعب محتاجة 90 دقيقة. ما راح يأدي، ما راح يأدي إذا أثر عليه الضغط، معناته أنا نكبت أنا وياه. صحيح صحيح، هذا كلام. فجاني ضغط أكثر. طيب الإداري خلينا نشرك الجمهور معنا في هاشتاج استوديو آسيا على تويتر في مجموعة من التغريدات وصلتنا، يقول بصراحة عجبني كلام السراح عن العويس، إنما يخرج المفروض يكون هو الليبرو وحاجة ثانية المنتخب بطيء في التحضير وهذا يقتل الهجم المرتدة، وأتمنى الفوز الأخضر. التغريدة الثانية على الهاشتاج يقول ودي المحللين يعطونا رأيهم في كثرة إرجاع الكرة للدفاع، المشكلة الثانية هجوم ما فيه. طيب التغريدة اللي بعدها بوجود الروح وتحمل المسؤولية سيكسب منتخبنا اليابان، وأتوقع النتيجة 2-1 إن شاء الله. الله يسمع منك يا غازي. التغريدة الأخيرة قبل أروح الفاصل، هذه نهاية استمرار الدوري في أنديتنا الجوم، وللأسف جاملوا الأندية في إبقائهم وتناسوا أن هالبطولة فوق ما هي إنجاز، أن منتخبنا سوف يكون في كأس القارات. أما المباراة القادمة نتمنى الاهتمام بالساتر الدفاعي، فعطيف يحتاج مثل غالب أو نوح الموسى. والله أنا بخلنا أخذ جزئية تغريدتك الأولى يوم تقول هذه نهاية استمرار الدوري، هذا فؤاد جنبي في عام 94 وقفوا الدوري سنة ومضروا الرجاجيل وحققوا إنجاز يذكر للتاريخ من ذاك اليوم إلى يومنا هذا. نقول فؤاد أنور والجيل اللي كان معه حققوا أفضل مشاركة للأخضر في نهائيات كأس العالم، والدوري كان واقف في ذيك السنة وكانوا مفرغين لسنة كاملة مو بأشهر، رزنامة الدوري وغيره. وإذا أنت كنت تقصد أنه في لاعبين هنا في الدوري يستحقون المشاركة في الأخضر وما اختارهم بيتزي، في النهاية هذه قناعات مدرب، لو كان يعني في وجهة نظره أنه يختار اللاعب الفلاني أو اللاعب الفلاني في الأندية اللي ما زالت تلعب الآن في الدوري أو كأس الملك، هذه ترجع لقناعته. ما نقدر نتكلم على قناعة المدرب ولا نقدر نتدخل في تشكيلته ولا نقدر نقول شيء. قبل أروح الفاصل إذا عندك شيء. لا أقول اللي موجودين في المنتخب أنا هذولي من أفضل اللعيبة موجودين في الدوري السعودي. يعني صحيح. أنا بقول لك إذا اختلفنا على اللاعب أو لاعبين مو معناته نهاية الدنيا. صحيح. عندنا في الدوري السعودي طبعا 30 مليون مدرب ما شاء الله، الله يعطيهم الصحة والعافية. خلنا نروح الفاصل وارجع لك أستاذ محمد إذا سمحت لي. فاصل مشاهدينا ومستمعينا، ما عندنا مستمعين، مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل. مرحبا الساع بكم في الإمارات، Welcome Asian Cup to the Emirates. أنا خالد واشتغل في هذه الشركة، مو مهم اسمي ولا اسم الشركة، المهم ركز على 21. كيف 21؟ يعني تنسى هذا وخليك في هذا، وبرضو ركز على 21. الحياة مو كلها شغل، لازم يصير عندي الوقت علشان 21. هذه سلمك الله قاعدة ماشي عليها من سنتين وحسيت معها بحياة مختلفة بفضل الله. ثم 21 اليوم فيه 24 ساعة، خصص منها 21 دقيقة رياضة. اجعل حياتك أفضل بالرياضة.
يلا جاهز؟ جاهز. يلا استمتع باللحظة، ما أقدر أقول إلا كلمة ما شاء الله. يلا على جدة. في الحبلة، في السودة، في الدمام. الراحة تنادينا. أقسم بالله من أحلى الأشياء اللي سويتها في حياتي. رحال الجمعة 9 مساء على الاس بي سي. خمس جولات، خمس خواتم ذهبية ممكن تغير مصير حياتك. ما نقدر نغير الموسيقى حقت الوقت هذه، توتر يا أخي. أنا جاوب صحيحة. 50,000 ريال. 75,000 ريال. 125,000 ريال. عشان تفوز في المسابقة تحتاج 3 أشياء. هو ده اللي أنا بفكر. حاول قد ما تقدر تركز عم. المعلومات العامة، ذاكرة بصرية قوية. قاعد توجه الياباني ليش؟ الشرقية. يمينك يمين. فين هذه؟ والله ما أدري، مش كذا حسب تحتله. هذا جسم إنسان مو زرابة طال عمرك. وتعاون ضمن الفريق. أنت اللي ما ركزت عليه. هنا الأزرق. يا حبيبي الخط البنفسجي. لا فكر تكون على الخط هنا. يا الله. ثقة طيرة. إذا تحسب أن الموضوع سهل فكر كويس. شوف لا توترنا. عندك 30 ثانية بس تحط فيها الخاتم مكان الإجابة. 0.19% من الإجابة داخل الخاتم، وهذه تكفي لزيادة الرصيد ب 15,000 ريال. جزئية واحدة من الإجابة تكفي، يا تربح كل شيء يا تخسر كل شيء. في النهاية أكيد فريق واحد بس اللي راح يغادر ومعاه آلاف الريالات السعودية. خمس خواتم 5 جولد رينجز على شاشة اس بي سي في الأوقات التالية. عند كل نهاية بداية جديدة، يرسمها الضوء، يبدعها إنسان، تجسد مجتمع، تحاكي القلوب والعقول. قصص برؤية سعودية. تعكس فكر الشباب. أفلام سعودية على شاشة اس بي سي في الأوقات التالية. حلو، عالم قبل نيوتن كان سحر. لا 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 لا. يوريكا يوريكا. الإنسان بطبعه مايل للأرقام أكثر. الكثافة تساوي الكتلة، وزن التاج على الحجم. عارفين إيش يعني العلامة هذه؟ طاء يساوي كاف في سين أس 2. كتلة ذرة ممكن نحولها لطاقة تفجر لك مدينة. عالم مختلف. نور الجمعة 9:50 مساءً على الأس بي سي. يا هلا وسهلا فيكم من جديد في استوديو آسيا. أجد ترحيب بضيوفي معي الأستاذ محمد السراح والأستاذ عبد الوهاب الوهيب والأستاذ أحمد العقيل والكابتن فؤاد أنور فؤاد الأخضر. اللي حاب يتواصل معنا ويقول رأيه مع ضيوفي بإمكان المشاركة من خلال تويتر على هاشتاج استوديو آسيا اللي كل شوي بيظهر معكم على الشاشة، أو بإمكانكم متابعة حساب كيسي سبورت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أبو ريان، كان عندك كلام رأي على تشكيلة بيتسي واختياراته وقناعاته قبل الفاصل.
أنا أقول دائما يعني ما هو اختيار يعني عنصر أو عنصرين ممكن أنه يفوز المنتخب السعودي، لأن أحيانا على الورق بالتأكيد هذا العنصر ممتاز وجيد، لكنه ممكن ما يتوافق مع التكتيك والخطة اللي بيضعها المدرب يعني. فلذلك يعني ما بدي حتى الجمهور الرياضي أنه يعلق مثلا مشاركتنا في آسيا أنه ما لعب فلان أو ما لعب فلان. أنا أعتقد أن المستويات متقاربة بين اللاعبين، واللاعبين على ما تفضل كابتن فؤاد هذا هم أفضل اللاعبين اللي متواجدين. حتى لو عندك قناعات أنت عندك 23 لاعب هم اللي موجودين هناك، ما تقدر تغير أحد، ما في شك. وبعدين لازم تنحط فيهم الثقة. وبعدين في نقطة يعني أخرى، أنا أعتقد أن المنتخب السعودي في كأس العالم كانت الضغوط عليه كبيرة جدا يعني، تذكرون أنتوا حتى مباريات الودية كانت، حتى في مباريات الودية كانت الضغوط عليه كبيرة جدا، ومع ذلك يعني قدم نفسه بكأس العالم بشكل جيد. يمكن المباراة الأولى هي اللي أخفقنا فيها، لكن المباراة الثانيات مع الأرجواي والثانية مع مصر كان المنتخب السعودي كان جيد. فأنا أعتقد أننا حنا الآن يعني مرحلة معينة، اللاعب السعودي أكون أو لا أكون، يعني هذه مباراة ما فيها هذه خروج المغلوب، ما فيها يعني أتكلم يعني تعويض. فلذلك مهم جدا من اللاعب انه يختزل كل ما عنده من قدرات، ويهيئ نفسه، هو يسوي على نفسه معسكر، هو يسوي على نفسه تهيئه، اني لابد اني ان شاء الله اظهر بهذه المباراه بمظهر جيد، لاني بالتاكيد هذه المباراه مثل ما احنا الان عالقه بذهاننا جميع مباريات اليابان زين. يمكن لو اقول لكم الان المنتخب السعودي لعب قدام اوزبكستان، يمكن ما اتذكر بعض مباريات اوزبكستان. اي مباراه أي مباراة إيه، لكن مباريات اليابان ترى الشعب السعودي كله في مسؤولينه وفي الشعب عامة طيافه كلهم ترى مركزين إنهم يشاهدون مباراة اليابان، لأن مباراة اليابان هي مباراة بين كبار القارة. فلذلك كونك تعدي واحد من كبير القارة أنا أعتقد إنه شيء يعني إيجابي جدا بالنسبة لك، وهذا نجاح يعني منقطع النظير بالنسبة للكرة السعودية. عاد المراحل اللي بعدها لها تحضيرها ولها وضعها الخاص يعني. طيب عبد الوهاب ابو فرح، ايش افضل سيناريو للمنتخب في مواجهه اليابان القادمه؟ والله شوف، ترى قال كلمه مهمه محمد، انك تحافظ على مرماك، لا يجي عليك هدف مبكر، وهدفك يجي مع الوقت. يعني انت في الوقت اللي قاعد تحافظ فيه على مرماك قاعد تنهك خصمك كثره المحاولات. السيناريو اللي في بالك اللي تتمناه يصير، اللي اتمناه يصير مثل سيناريو تاهلنا لكاس العالم، انه يجينا هدف في اخر 10 دقائق اذا قدرنا نسجل في البدايه. لا بس ما نبي اهداف تجي على الخط وتطلع، يطلعها مره المعيوف ومره نواف. لا 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 لا، هذاك السيناريو كان على اعصابنا. لو سجلت كورتين كلها نواف اللي طلع، نواف اثنتين كان على اعصابنا. انا افتقد اللاعب بالمناسبه، نواف اللاعب افتقده صراحه مع المنتخب. لكن اذا 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 حدث السيناريو اللي ان نسجل احنا في اول الدقائق ونصير نلعب على المرتده، بتغير وضع المباراه. يعني انا بالنسبه لي بيكون الافضليه للمنتخب السعودي لو سجل مبكرا المنتخب السعودي، مثل الفرصه اللي جت في بدايه المباراه قدام قطر. لو جت زيها وسجلت على اليابان، انا برتاح اني انا العب على المرتده والمنتخب الياباني بيندفع. فافضل طريقه ممكن، افضل سيناريو ممكن يفوز المنتخب لو سجلنا هدف مبكر. طيب الشوط الاول لو انتهى بالتعادل السلبي، بيكون الضغط اكبر على من في الشوط الثاني؟ لا شوف، هو بيكون على اليابان، لان اليابان يعني اسلوب الفكر الياباني، ماني بتكلم عن المنتخب الحالي او ما اتكلم عن البطوله هذه. الفكر الياباني انهم يحاولون يخلصون المباريات بدري. لو تلاحظ انه دائما في كل مبارياتهم، كاس عالم، كاس اسيا، تصفيات كاس عالم، يحاولون انهم في اول المباراه او في اول نص ساعه يحاولون انهم يخلصون المباراه. فكل ما تاخر الوقت كل ما كان في صالح المنتخب السعودي انه ياخذ ثقه اكبر وينهك خصمه. الشيء اللي في السعوديه مع بيتزي ان احنا صرنا نحاول ان احنا نكون الاكثر استحواذ، ان المنتخب يستحوذ طول المباراه، يمتلك الكره طول المباراه. هذه النقطه لو جت مع هدف بيكون يعني شيء جميل جدا للسعوديه. لكن الكلام لو صار العكس، لو لا قدر الله جاء فينا هدف، الاستحواذ ما راح يخدمنا بشيء، في ظل ان احنا بنقعد بس ندور كوره ولا في احد يروح لقدام او يبادر زي ما يقول اخوي فؤاد، المبادره سواء تسديد سواء دخول بكوره وانتو سريعه. يعني في الاخير كل ما تاخر الهدف من صالح السعوديه، الهدف للفريق الياباني. لو انت الشوط الاول 0-0، طبعا ما اقول لك انهم بيدخلون تحت ضغط، في الاخير هم لعيبه محترفين وعارفين، لكن بيكونون عندهم شد اكثر من عندنا احنا. كل ما راحت المباراه
الوقت ابعد، حتى لو دخلت اضافي او رحنا بلنتيات اتوقع ان اللعيبه كل ما يزود الوقت معهم وهي 0-0 بيكون ايجابي لهم حتى يرجعون برضو من النتيجه السلبيه الاخيره. طيب كابتن فؤاد، لا سمح الله لو تاخرنا بهدف او هدفين، ايش الحلول اللي عند بنزي؟ والله للاسف يعني انا بقول لك بالنسبه للحلول الهجوميه احنا اقل من اليابان بكثير. احنا عندنا وفقا للاسماء اللي عندك ايش الحل؟ احنا على مستوى الوسط عندنا حلول كثيره وعندنا اسماء كثيره تقدر يعني تلعب، وعندنا اسماء قد لعبت يعني في السابق. لكن انا بقول حتى لو تاخرت المباراه ترى بتاثر على الفريقين، لان انا اقول مباراه كبيره بين اثنين يعني افضل منتخبات كانت في القاره وما زالت يعني، لكن احنا بعدنا شوي، ولكن رجوعنا في كاس العالم كان يعني شيء جيد. واحد من ذولي لو فاز الفوز هذا ممكن يقوده الى نهائي بطوله، يخليه يلعب على النهائي. معنويا قصدك؟ معنويا وكل شيء. الطريق بيكون قدامك اردن، فيتنام، تايلاند، الصين. انا اقول لك اللي بيفوز من ذولي حيكون طريقه يعني حتى نفسيا يعني انت لما تطلع اليابان، واليابان لما تطلع لا سمح الله السعوديه، دائما انت تحسب حسابات تعطي دفعه يعني تعطيك دافع يعني دافع نعم قوي صحيح. قوي جدا يعني. ان احنا كنا نذكر في المربع يعني كان المربع الذهبي لما يجي يطيح معنا فريق كبير واسم كبير ويملك نجوم، وده من يوم ما نطلع نحس انه اللقب باذن الله انه لنا. فانا اقول عمليه الثقه بالنسبه للاعبين في هذه المباراه وعدم الاستعجال، الجول يجي في اي ثانيه في اي وقت، فهمت؟ الاستعجال طولة البال، احنا صراحة كفرق عربية مش منتخب سعودي ما نملكها، الفرق هذه تملك الصبر، فريق اليابان يملكون الصبر، فهذه لازم احنا نتعامل معهم بنفس الاسلوب، ان ما نستعجل في 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 هذه الطريقة. واذكر اللاعبين المنتخب الياباني هذا ترى في كأس العالم اللي وقفه تايلاند، في المنتخب التايلندي تعادل معه. ما في شيء مستحيل في كرة القدم. المنتخب التايلندي هو اللي وقف المنتخب الياباني وخلاك تفوز عليه وتأهلت انت اذا كاس العالم. صحيح. وفي بداية التصفيات عمان فايز عليه في ملعبه. وحتى يعني حتى تقصد الامارات. او الامارات وحتى تايلند اوقفوا استراليا وخدمت خدمة فريق ذهبية. انا الامارات عندهم لاعبين وفريق كبير وله اسم وله يعني في اسيا يعني افضل من تايلند، لكن انا اجيب لك اضعف فريق كان في المجموعه. هو وقف التايلندي، وقف اليابان، ووقف لك استراليا. صحيح. فزت انت على اليابان تأهل. الفريق هذا اللي ما يملك لا تاريخ ولا يملك بطولات ولا ده قدر انه يقارع هذا الفريق الكبير وكذا، واحنا كمنتخب مملكه العربيه السعوديه ما اقدر اقارع. انا عندي لاعبين يقدرون يقارعون متى ما وثقوا في نفسهم، متى ايضا ما قلت الاخطاء اللي شفناها حقيقه في 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 مباراه قطر. الاخطاء اللي ما سويناها في المباراتين انكبت علينا في مباراه قطر، وان شاء الله انها راحت كلها ان شاء الله. يبغى لها تركيز من العويس الى فهد المولد. متى ما خذيت المباراه بحذر يا اخي، شوف مباراه اليابان اللي لعبناها في جده، نرجع ونقول كان في حذر من لاعبينا كبير، لان تركيز عالي يلعب مع فريق كبير. نعم. واي غلطه ممكن تحسب عليك انت كلاعب، و فكانت الباصات تروح صح، التشتيت يجي في وقته، كذا كذا كذا. لما تجمعها هذه كلها ارتفعت معنويات المنتخب السعودي من اول فرصه، جت فرصه حقيقيه سجلنا منها الجول، ارتفعت معنويات اللاعبين اللي كانوا كويسين في المباراه، زادت اذا كانت 50% 70% صارت 100%. وكان بالامكان انها تزيد، كان ممكن يسجل. انا بقول لك شاف التاهل كاس العالم امامه. صحيح. وكل اللاعبين هذول كانوا يبغون يتاهلون، والان اللي موجودين سواء اللي يلعبون ولما يلعبون 80% الى 90% هم كانوا في كاس العالم. أنا أقول فوزك على اليابان يا المنتخب السعودي يقودك بإذن الله إلى نهائي ترى إن شاء الله. ترى فؤاد في جزئية بسيطة، أنت تكلمت عن مباراة اليابان اللي أهلتنا كأس العالم، ترى قبلها
كانت مباراتنا مع الإمارات وكانت أخطاء فادحة جدا مباراة الإمارات. أخطاء كوارثية. وكان الإعلام يعني صعد الموضوع بشكل كبير على اللعيبة وكان في ضغط كبير على اللعيبة بمباراة اليابان. فمثل ما حدث الآن في مباراة قطر يعني ممكن اللاعب يغير من نفسه وتغير كل الأفكار اللي عنده والأخطاء هذه يحاول أنه ما يرتكبها في المباراة القادمة وإن شاء الله يتجاوزها بإذن الله. مشاركات المشاهدين في هاشتاغ استوديو آسيا يقول أسأل ضيوفك هل المنتخب افتقد لعنصر الخبرة كتيسير أو ناصر؟ أبسألهم أبشر تيسير وناصر. يقول إن شاء الله المنتخب بيلعب على النهاية. الله يسمع منك إن شاء الله. يقول لازم يكون في دفاع قوي وأولهم عمر مهم بالإضافة لهجوم قوي ولكن الأهم الدفاع. أهم شيء الدفاع والعويس ما قصر وما شفنا مدح للعويس والشكر له وهذا أشوفه ظلم له وشكرا. بالعكس إن شاء الله منا بظالمين أحد. منا بظالمين أحد العويس وكل لعيبة المنتخب إن شاء الله قد المسؤولية ولكن إحنا لما نوجه عن بعض الأخطاء اللي حدثت هي تعتبر أخطاء بدائية ما تحدث من حارس كبير وله اسمه وتاريخه مثل محمد العويس حتى اللي صنع اسم وتاريخ في فترة وجيزة. بس يقول عبد الرحمن هات اليابان. إيه هات اليابان بس الله يكفينا شرهم. يقول ننتظر فؤادنا للأخضر ينبض عشقا وجابرا لعثراتنا يجبر يجيب لنا نصرا. ننتظر فؤادا للأخضر ينبض عشقا وجابرا لعثراتنا يجير لنا نصرا. إن شاء الله كلهم إن شاء الله فؤادا الله. للقلب ويجبرون واللي هناك فيهم الخير والبركة بس هي عدم يعني شوي اهتمام شوي تركيز. وأنا متأكد إذا قلت الأخطاء في هذه المباراة بإذن الله حنظهر بنتيجة إيجابية. بس أهم شيء الأخطاء أنها تقل حقيقة والأخطاء لابد إحنا نقول في الخط الخلفي. ترى لما تخطي في النص تقل الخطورة شوي. لما تخطي في الأمام قدامك 70 متر أو 60 متر 70 متر على بابك. بس المنطقة هذه الخطأ فيها قاتل محرم جدا عند المدربين عند الجميع. ونقطة مهمة قتالية يعني يعني شاهدنا حتى مباراة اليابان اللي كانت في جدة كان في قتالية يعني صحيح. قتالية فعلا تحس ان اللاعبين عندهم رغبة اكيد يبغون مباراة متى ما كانت القتالية موجودة. انا ان شاء الله نروح نتكلم عنها. انا ماني بحب اتكلم عن الاسماء اللي خارج القائمة اللي موجودين فيهم الخير والبركة بس المشاهد سألنا قال هل افتقدنا لعنصر الخبرة مثل تيسير وناصر؟ والله انا اشوف انه الموجودين فيهم الخير والبركه. يعني تيسير وناصر ادوا مهمتهم في وقت من الاوقات مثل ما ادى الكابتن فؤاد وزملائه مهمتهم. والان جاء وقت اللاعبين الحاليين. اللاعبين الحاليين عندهم من الخبره ما يكفيهم. انا اعتقد اكثر من انك تلعب في كاس العالم خبره ما في يعني. فانا اشوف انهم الموجودين فيهم 70% من المنتخب هذا او 80% من الموجودين في المنتخب لعبوا بكاس العالم وبالتالي يمتلكون الخبرة. باقي بس الروح اللي كنت أتكلم فيها تحت الهواء مع الكابتن فؤاد. هل ممكن أن نصنع الروح في لاعب أو هي ذاتية من داخل اللاعب؟ يعني متى ما وجدت الروح العالية داخل من جميع اللاعبين تكاتف واللعب كرجل واحد أعتقد ما في منتخب يقارع منتخب السعودي. الروح ذاتية ولا تصنع فؤاد؟ لا ذاتية لازم هو اللي يحس فيها. لازم هو اللي يحس فيها ولكن أنت ممكن تصنعها بالتشجيع بالإيجابيات اللي موجودة عند اللاعب أنك دائما تظهرها له تحفيز يتفاعل هو معها بس في الأساس هو بس وإذا شاف المجموعة كلهم مرتفعة روحهم يدخل معهم. شوف أنا بقول لك أحيانا أحيانا لما يكون في 3-4 تخش في كرة مشتركة تخش بقوة تجي تقطع كرة أدري إيه ترفع معنويات حتى اللاعبين اللي معك تشيلهم معك. إذا في 2-3 فيهم النوعية هذه فيهم وعندنا فيهم الروح هذه وعندهم النوعية وذا ترى تشيل شوف أنا ما تجي كلمة صحيح. الروح إلا أتذكر كأس العالم 94 الفريق كله يلعب روح يعني بقلب رجل واحد. كان تشوف يعني بالشعبية إحنا نقولها في اللعب الحواري يستذبح يموت عشان شوف يفوز فريقه. انت لا تظلم الاخضر. اذا انت تبي تاخذها في بطولات لا تختزلها لا تختزلها في 94. لا 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 اتذكر بس كذا لان كاس الخليج اللي جت بعدها كمان تراها جت بالروح والامكانيات فؤاد كان موجود.
96 جت بالروح والامكانيات. خليني اقول لك شيء، تذكر قدام الصين وايران وش سووا الرجال ذاك اليوم؟ في جانب مهم ترى في 2000 طيب انت بديت بدايه كوارثيه في جانب مهم بالروح، وصلت للنهايه في جانب مهم. انا على مستوى 2007 ترى في اشياء كثير جت بالروح، كثير المباريات اللي فيها لا تختزلها في 24. لا 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 الجيل هذا ذهبي وعلى عين والراس، عشان اوضح لك ما نقدر نختزل عشان اوضح الروح تكون واضحه للمشاهدين بعد. انا لما اقول الروح كثير المباريات اللي فيها روح صحيح. حتى على مستوى الدوري وعلى مستوى الكاس في مباريات محليه تلقى طيب. فيه لحظه شوي قول. كاس العالم 94 انا قابلت منتخبات اقوى مني في فرق لما العب على مستوى كاس الخليج ولا كاس اسيا. انا قابلت بلجيكا وقابلت هولندا يا اخي، تشوف اللعيبه انا ند واقف قدام الهولندي بتاريخه وانا ند له، واقف قدام البلجيكي بتاريخه وانا ند له وافضل منه فزت عليه. هذا لما يعني الروح اوكي عندنا لاعبين عندهم امكانيات ما شاء الله لا اله الا الله، ذاك الجيل جيل ذهبي صحيح، لكن الروح ما ساعدتهم زياده صحيح. حتى قدام السويد 4 انتهت، لكن كان المنتخب ذاك الوقت مؤدي مباراه كان لا 3-1 صح 3-1. طيب غدا ان شاء الله تنطلق مباريات دور 16 من نهائيات امم او من بطوله امم اسيا المقامه في الامارات. غدا الاردن يقابل فيتنام في تمام الساعه 3 عصرا، وتايلاند تواجه الصين الساعه 6 والساعه 9 ايران مع عمان. طبعا المباريات الاخرى بتكون يوم الاحد، اليابان والسعوديه، استراليا وأوزبكستان، الامارات وقرقستان، واليوم اللي بعده الثلاث كوريا الجنوبيه والبحرين وقطر مع العراق. مؤتمر مدرب عمان ماذا قال عن مواجهه منتخب العماني مع المنتخب الايراني؟ مواجهة عمان مع منتخبات قوية مثل اليابان وإيران هي أمر رائع، سنبذل كل ما في وسعنا للتأهل إلى الدور التالي. نعرف أن المهمة ستكون صعبة وندرك جودة الإيرانيين وأسلوب لعبهم، شاهدنا كل مواجهاتهم وهم مستعدون تماما. الأمر بيدنا الآن، على المنتخب أن يواصل اللعب القوي الذي لعبناه في البطولة، ويجب أن نلعب بقوة حتى اللحظات الأخيرة كما فعلنا مع تركمانستان. طبعا بالنسبة للمباراة مثل ما قلت هذه بالنسبة لنا مباراة تاريخية، أتوقع احنا في حالة جيدة، يعني اللاعبين كلهم معنوياتهم عالية. أتوقع هذه المباراة يعني مباراة لاعبين، المدرب طول الفترة يعني أكثر عن سنتين تعليماته دائما واضحة حق اللاعبين ودعم موجود في كل المباريات، بس اتوقع هذه المباراه يعني اللاعبين يعني بالنسبه لهم بتكون تاريخ جديد ومباراه راح تكون مميزه ان شاء الله. مرحبا صاحبكم في الامارات. مش اذكركم انا قلت المباراه يوم بكره الاردن وفيتنام الساعه 3، لا معلش 3 بتوقيت الامارات 2 بتوقيت السعوديه، والمباريات الباقيه عاد نقصوا ساعه من اللي قلنا اللي الساعه 6 لا الساعه 5، واللي مباراه الساعه 9 بتصير مباراته الساعه 8 اللي هي ايران وعمان. محمد سرح، ما هي حظوظ عمان غدا امام المنتخب الايراني؟ والله بالعكس، يعني الفريق العماني انا اعتقد انه قدم نفسه بشكل جيد قدام اليابان، يعني وقادر بانه اكيد بالتاكيد يعني منتخب ايران يعني منتخب من المنتخبات الجيده ومنتخبات اللي تملك الخبره وعندها يعني ولها قيمه فنيه كبيره، لكن في كرة القدم أنا أعتقد أنه ممكن يعني الفريق العماني يعني يحدث مفاجأة بكرة. فهو ما قدم يعني يمكن ما توفق أتكلم في المجموعة يعني بمبارياته، لكن وكان تأهله بصعوبة، لكن ما بدوري أتكلم خروج المغلوب أنا أعتقد بالإقصائيات ممكن يحدث أي شيء، يعني لو فازت اليابان ترى أمر طبيعي جدا، ولكن إيران بالي مع اليابان لو فازت إيران أمر طبيعي جدا، لكن أتكلم لو فازت عمان بالتأكيد أنها شيء يعني كبير بالنسبة للعمانيين. العمانيين يمكن وصلوا دور 16 مرة واحدة، أول مرة في التاريخ، ففرصتهم أنهم هم يعني بالعكس يروحون لأبعد من قضية دور 16. طيب أحمد العقيل، تواجد عمان في هذا الدور لأول مرة كيف ممكن يكون دافع لهم أنهم يحققون المفاجأة أو يواصلون هذا التأهل التاريخي؟ ترى في طرح إعلامي يعني أنا ما أتفق معه، اللي هو لما تقول عمان أول مرة تواجه في دور 16 أو أول مرة أصلا ما كان في دور 16، كانت الفرق كلها 16 فريق. طب أول مرة تتجاوز المجموعات، يلا أعدل لك إياها، هذه النسخة هذه أول نسخة فيها 24 فريق. طيب يلا عدت المجموعات لأول مرة كذا صح؟
كذا صح. رضت؟ انا اقول لك عمان عمان كفريق ما يعني عنده امكانيات جيده، عنده فريق مش يعني ما هو الفريق اللي نقول من صفوه اسيا، لكن فريق جيد ومدربه يعني عارف قدراتهم، لكن ساعدته في ذلك برضو ضعف نظام البطوله. يعني انت يدخلون 24 يتاهل منهم 16 بس. يعني المستبعدين عمان واليابان المستبعدين ترى ظلم عمان مدخلون، كان له بلنتي ونحسب عليه بلنتي كان ند لليابان. انت لما 24 فريق يدخلون في بطوله ويتاهل منهم 16 يعني يستبعد فقط 8 يعني الثلثين يتاهلون، هذا ترى يعني لا زال يعني حتى البطوله شهدت يعني هي تجربة أولى لـ 24 فريق، لكن صراحة كانت مستواها الفني في المجموعات ضعيف جدا إلا ما ندر. يعني إيران قدمت لنا منتخب صراحة جدا قوي، فنيا منظم مرتب، عارف وين يروح وعارف وش يسوي في كل مباراة. عمان أدت مباراة كويسة مع اليابان وفازت في الرامق الأخير أو تأهلت الهدف الثالث اللي جابته هو اللي وصلها للدور الثاني بفرق الأهداف عن المجموعة الثانية. ما في شيء صعب في الكرة، في الأخير 11 ضد 11 العالم كلها كانت في وقت من الأوقات ترشح يعني في كأس العالم مثلا كانوا يرشحون فرق وتجي يعني زي كرواتيا لما وصلت للنهائي ممكن أنه فريق من الفرق سواء أي واحد من 16 هذه يكون مثل كرواتيا ويصل للنهائي. منهم من اللي ممكن من اللي ممكن يعني شوف انت اللي ها تشوف انه ممكن يجيب لك التجربة. عمان الاردن الاردن اتوقع. والله شوف هو الاردن قدموا تساعدونا خلوه لا شوف انا اقول لك الاردن ادت اداء جيد. عمان لا ما كان ادائها يعني عادي جدا. انا صراحه الفريق اللي اشوف انه ممكن يروح بعيد من ال16 اللي غير مؤهلين يعني ما اجي اقول والله ايران ولا اليابان ولا كوريا. شوف إيران اليابان كوريا السعودية هذه طبيعي أنها تكون في مرشحة من الطبيعي، لكن أنا أشوف ممكن الأردن حظ ولا إمكانيات. لا عندهم إمكانيات وروح لأنك أنت بنيتها بالحظ. لا 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 كني فهمت كلامك في البداية أنه على الحظ. لا لا كرواتيا يصير الفريق في فورته. يعني ترى مصر حققت كأس أفريقيا 3 مرات متتالية لأن وقت البطولة الفريق يصير في مستوى تصاعدي حلو. فنفس الشيء ممكن اليوم انا اقول لك الاردن او عمان او اوزبكستان كلهم هذه الفرق ممكن ايش تجي يصير الرتم حقها. حتى العراق ترى شوف عندها مشكله في العمق. العراق عندها مشكله في العمق يعني سناترتها مو قد كذا، لكن قدام كويسين ممكن انهم لو قدروا يحلون مشاكلهم الدفاعيه ممكن انه تلقاه في النهايه وفي دور الاربعاء. كابتن فؤاد اليابان لعمان عفوا قابلت اليابان في دور المجموعات. خلها وسع صدرك عادي. في عمان قابلت اليابان في دور المجموعات، بتقابل الحين ايران في دور ال 16. هذا من حسن حظها ولا من سوء حظها انها تقابل منتخبين مرشحين على اللقب؟ اشوف انا اي فريق وصل هذه المرحله انا اقول من حسن حظ الفريق العماني لاول مره يتاهل. وزي ما نقول احنا لو طلعنا مثلا اليابان حتعطينا دافع كبير للعب على النهائي او ممكن ناخذ البطوله. اليابان لو طلعت شو اسمه رجعت زيكم عمان لو طلعت ايران برضو حتعطيها دفعه برضو كبيره، مش نقول تاخذ بطوله ولا لكن تعطيها دفع للمباريات اللي بعدها. أنا شفت المباراة الأخيرة لعبها العمانيين صراحة عندهم روح، يعني نشكرهم صراحة على الروح اللي شفناها في المباراة الأخيرة. فعلا جابوا الأول جابوا الثاني جابوا والثالث قاتلوا عشانه في الرمق الأخير لكن جاء بعد محاولات عديدة. منتخب العمان أكثرهم لاعبين صغار. منتخب العماني بعد سنتين المجموعة هذه ستكون صعبة على فرق منطقة الخليج. طيب عبد الوهاب ابو فرح صعبة ولا قادرين عليها عمان؟ لا قادرين. شوف منتخب ايران المنتخب الوحيد اللي اتفقوا عليه جميع النقاد انه من افضل منتخبات البطولة حتى الان، يعني حتى الان في المرحلة اللي راحت فنيا من افضل منتخبات البطولة والجميع متفق على ذلك. لكن
ما في منتخب ما تقدر تهزمه مثل ما تفضلوا الزملاء كلهم. هي 90 دقيقة إذا كنت في يومك قاعد إنك تفوز. أنا شفت مباراة عمان واليابان كان المنتخب العماني الأقرب للفوز، لم الحكم ما أعطاه بلنتي، وبلنتي واضح مرة وحسب عليه بلنتي لا يمت ركلات الجزاء بأي صلة، وبسببها يعني ضعفت حظوظه في التأهل لكن عوضها الحمد لله. عمان يقدر يفوز على المنتخب الإيراني، لكن ترى المنتخب الإيراني قوي جدا، ما في شيء صعب على فكرة، ما في شيء صعب في كرة قدم. مدرب ترى تكلم أحمد، أنت سألت أحمد سؤال قلت له من المنتخب اللي ممكن يسوي عنصر مفاجأة؟ أنا أتوقع أن أوزبكستان، شفت مستوياته تلعب قدام أستراليا، يعني منتخب أوزبكستان من المنتخبات اللي كان كويس يعني بدور المجموعات قدم نفسه بشكل كويس. ويمكن أنا يعني أوزبكستان البطولة اللي راحت لعب النهائي مع أستراليا. إيه أنا أقول لك ممكن لو أقصى مش إيه مش بسيط. إيه دور الأربعة النهائي كان كوريا كوريا دور الأربعة. لكن إيه لكن أتكلم أنا عن الفريق الأوزبكي، ممكن إنه يعني يحدث مفاجأة كبيرة ما يتوقع أحد. طيب أنا أقول الفريق الإيراني صعب في ترى في عملية التكفير اللي عنده. يعني تخيل هذا الفريق تأهل لكأس العالم ما في مرماه إلا هدفين، تخيل لعب في كأس العالم ما في مر ورجع ما في مرماه إلا هدفين، يعني تأهل لكأس العالم مع كأس العالم في مرماه 4 أهداف فقط. فهو يعرف يتعامل مع هذا، وهو لو يجيه كورنن ولا يجيه فاول أنهى المباراة، قفل عليها انتهت بالنسبة له، المهمة انتهت. طيب ماذا قال مدرب النشامة قبل مواجهة فيتنام بجانب المخضرم حارس الأردن عامر شفيع؟ شاهدت مع طاقمي الفني العديد من المباريات لفيتنام، نعرف أنه فريق قوي جدا، لكننا نعرف نقاط ضعفه أيضا. تحدثت إلى لاعبي فريقي كثيرا وقلت لهم لقد حققتم هذا الإنجاز وأنتم تعرفون الفريق الفيتنامي، واجهته مرتين لكن ذلك أصبح تاريخا الآن. ما حدث في الدور الأول انتهى بالنسبة لي، الآن الأمر يتعلق بمباراة فيتنام. لا أنظر للخلف مطلقا، للأمام فقط. أعطي لكل لاعب معلومات عما يجب أن يفعله في الملعب، وهذا عملي. قلت هذه المباراة ستكون صعبة جدا، ولا أحد يعلم ما سيحدث لأي من الفريقين غدا، نحاول أن نبذل كل ما في وسعنا. الأمر مختلف تماما الآن، لعبنا 3 مباريات من أجل التأهل للدور الثاني، والآن سنلعب مباراة واحدة للبقاء أو العودة للديار. طبعا أكيد أنا يعني زمان كنت ألعب لاعب وسط، لكن هذا بسن الطفولة ما كان لي أي مشاركة مع المنتخب كلاعب، يعني فقط كحارس مرمى. وبالنسبة للبطولة أكيد في اختلاف كبير بين المنتخبات، وفي تطور ملحوظ، وحتى على المنتخبات اللي كانت في عندهم شوية يعني بالعمل الفني كان عندهم شوي مش خبرة كثير، لكن في تطور ملحوظ، وبالذات البطولة هاي في منتخبات متطورة جدا. أكيد يعني المنتخب الفيتنامي الآن متطور جدا وبيملك عناصر مميزة، وكان عندنا في السنوات اللي قبل هيك كان عندنا أكثر من تجربة معاهم، وكان منتخب جيد جدا، لكن الآن هو متطور جدا وزي ما حكينا بيملك عناصر مميزة. نطلع على المباراة بأنه تكون مباراة مهمة، مباراة راح تكون قوية وما يكون فيها أكيد تهاون من منتخبنا، وأكيد إحنا كل مباراة عندنا راح تكون بطولة زي ما بدينا من بداية المشوار، وإن شاء الله بالنهاية ربنا بوفقنا ونكون عقد المسؤولية بإذن الله. أكيد يعني بصراحة المنتخب الأردني يعني في تطور ملحوظ، وفي عناصر مميزة جدا عندنا، ونملك جيل صراحة ذهبي، وبقيادة الكابتن فيتال أكيد يعني صار في تطور ملحوظ على المنتخب، والدليل لتأهلنا والمستوى اللي عم بيقدمه اللاعبين، فأكيد في تطور بين السنوات الماضية والآن، وهذا إشي كبير لمنتخبنا، وإشي قدمه المدرب فيتال إنا وأعطانا ثقة كبيرة بنفسنا وزرع فينا ثقة، ودائما بحثنا على ثقة الفوز، وهذا إشي إحنا نعتز فيه
ان شاء الله انه بنستمر معاه بالسنوات المقبله حتى يكون في تطور اكبر للمنتخب الاردني باذن الله. اكيد يعني الاجواء بين اللاعبين بصراحه رائعه جدا، وتربطنا علاقه قويه جدا بين اللاعبين، وعندنا روح واراده كبيره ان شاء الله في الدور القادم. تركيز كبير راح يكون، اكيد بيهمنا انه نبسط الشعب الاردني وكل المتابعيننا. نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا في هاي المباراه. المباراه راح تكون صعبه جدا، ومباراه راح تكون فيها قوه وفيها التحام وفيها سرعات، فاعتقد المباراه راح تكون صعبه جدا جدا على الطرفين. نتمنى ربنا يوفقنا نحقق اداء مميز حتى ان شاء الله نتاهل للدور الثمانيه. لكن الان احنا بنطلع على دور ال16، بننظر له كانه بطوله، مباراه نهائيه. كل اللاعبين عندهم تركيز كبير وحاسبين حساب المباراه اكيد، لانه زي ما بتعرفوا كلياتكم انه هاي الادوار اللي بيخسر اكيد راح يكون خارج البطوله. لكن اهتمامنا كبير بهاي المباراه، وما عندنا اي فريق ضعيف او بنكون مركزين في كل مباراه، وكل منتخب راح نلعب معاه راح يكون عندنا تركيز كبير عليه، وراح يكون اكيد اهتمامنا كبير فيه كنقاط قوه ونقاط ضعف، وتركيزنا عالي باذن الله بالنسبه لمباراه بكره. وان شاء الله ربنا بوفقنا ونكون نقدم اداء كبير. عبد الوهاب عمرو شفيع يقول هذا جيلنا ذهبي وجيل نبي نوصل فيه لابعد مرحله، والان تفكيرنا فقط في ال 16. اجل الجيل اللي في 2004 وصل دور نصف نهائي وشو؟ شوف عمرو شفيع اعتقد لعب 2004 وكان بالمناسبه لعب ضد المنتخب السعودي، وانا شفت المنتخب الاردني كان منتخب يعني جيد لكن مو ممتع. المنتخب الحالي صراحه ممتع، يعني انا بالنسبه لي 2011 اللي قابلوا فيه السعوديه 2011 عفوا ايه الاستاذ محمد كان يقول انهم بيقابلون المنتخب السعودي او الياباني اذا فازوا. قبل ما اسمع المعلومه هذه نتوقع انهم يصلون على الاقل دور الاربعه. انا ما اتمنى انهم يفوزون على المنتخب السعودي، لكن متوقع ان دور الاردن بيصل نصف النهائي. منتخب قوي ومتكامل ومنسجم، وفي كل خط فيها نقاط قوه، وبالتالي يحق لنا يقول هذا منتخب ننتظر منه. هل ممكن انه يعيد التاريخ؟ لا، قصده بالمنتخب الذهبي، لان هذا المنتخب هو اللي وصل الى ملحق مع الاورجواي في 2014 كاس العالم. كاس العالم يعني كان بينه وبين الوصول كاس العالم المباراه مع الاورجواي، يعني هم يرون انه هذا اللي انتهت الظاهر في عمان 0-0. ها هي هم فازوا في الاورجواي، هزموا الاورجواي 4 مدري 5 اظن، وجو تعادلوا 0-0 في الاردن، لكنه وصل الى ابعد ما يمكن ان يصل اليه منتخب اردني في كاس العالم. ففي وقته او يراه، وهذا من حقه، ان هذا هو افضل منتخب اردني. انت تذكر اللي وصل 2004 في نصف النهائي؟ اي اذكرهم، بس تذكر قصه تغيير الباب اللي صار قدام اليابان؟ بس بعد 2004 صار في دروب، ما صار يعني ما 2006 ما سووا شيء، 2010 ما سووا، ما كانوا موجودين على بداوا من 2011 كاس العالم، كاس اسيا عفوا في 2011، وبداوا العوده 2011 قدموا كاس اسيا جميله، بعدين راحوا في كاس العالم 2014 وصلوا لين الملحق ولا تاهلوا، وفي 2018 كان ادائهم جيد، والان ممكن انهم يحاولون يعيدون انهم يصلون الى مرحله ابعد في اسيا. لكن ترى معهم اسماء يعني اسماء كبيره، يعني اتكلم المنتخب يمكن مشاركته الان باسيا، يمكن لو بيشارك مره ثانيه في اسيا. لا لا هو المنتخب هذا يعني في كثير من الاسماء اتكلم متكرره موجوده بكذا بكذا بطولات سابقه، فاعتقد انهم كبار. المنتخب الحالي خليط بين الخبره والشباب. اي هم بيحاولون، لا بس لاعبين الخبره اتكلم الموجودين يحاولون بقدر امكانهم يصلون الى ابعد نقطه في اسيا. انجاز قبل يعتزلون. فؤاد، على الورق الاردن متاهله لدور الثمانيه لانها بتقابل فيتنام، وش اكثر شيء ممكن يخشاه الواحد على الاردن في مثل هذه المباريات؟ شوف، رغم انا معجب بفريق الاردن وقدم نفسه بشكل كويس، ولكن المنتخب الفيتنامي ايضا مو بسيط ترى. والمنتخب الفيتنامي صراحه من مباراه لمباراه يتطور، وهذا المنتخب او الاتحاد الفيتنامي عندهم الى 20-30 يتوقعون انهم بيوصلون يعني مراحل متقدمه في كره القدم، وعندهم تخطيط انهم يستضيفون بطولات و يعني وعندهم
الفئات السنية على منتخب الناشئين، منتخب الشباب، عندهم برضو شباب على مستوى جالسين يحققون نتائج في كل بطولة يشاركون فيها. يعني خلال 3 سنوات 4 سنوات الشباب ذول يطلعون للفريق الأول وماشيين هم بالتخطيط الصحيح. نتمنى توفيق فريق عربي، فريق أيضا شقيق الأردن، ومنتخبهم جيد وكويس، بس المنتخب اللي بيلعبون قدامه أيضا مش منتخب سهل. المنتخب الأردني، أنا أشوف المنتخب الأردني والمنتخب السوري لاعبينهم خاصة المميزين استفادوا في اللعب في الدوري السعودي، أعطى لاعبينهم قوة، أعطى لاعبينهم خبرة، أعطى لاعبينهم أشياء كثيرة. يعني أنت الحين ما تشوف لاعب في تقريبا في المنتخب هذا يمكن تقريبا 4 لعيبة لعبوا في الدوري السعودي، والمنتخب السوري أيضا في أفضل 2 في المنتخب السوري في العمرين. فهم اللعيبة اللي موجودين اللي لعبوا في السعودية حقيقة هم اللي الآن جالسين يقودون منتخبهم إلى نتائج إيجابية. طيب تايلند والصين بريان، من اللي حظوظه أكبر في الوصول لدور الثمانية؟ والله أنا أتوقع يعني الفريق الصيني يعني يمتلك يعني أفضل فنيا، في تقارب بالمستوى الفني بين الفريقين، لكن واضح الفريق الصيني. طبعا الدوري الصيني يعني احنا تكلمنا يمكن قبل فترة عنه يعتبر دوري قوي ومميز، ولكن على مستوى المنتخب حتى الآن المنتخب الصيني ما قدم شيء، يعني في خاصة في تصفية آسيا يعني دائما يصل لأدوار قبل النهائي الدوري الأربعة زي كذا، ولكنه ما يستمر، ما عنده نفس طويل في كأس آسيا. لكن أنا بتكلم أنا عن فريق الأردني يعني في جزئيتين بس استكمالا لكلام الكابتن فؤاد، أن الفريق الأردني يمتلك خط دفاع حقيقة جيد، يمتلك حراسة جيدة، عنده قتالية يعني روح وقتالية كبيرة حقيقة يعني تغطي على الأمور الفنية اللي يفتقدها صحيح. الفريق، فلذلك أنا أعتقد الفريق الأردني يعني هالأشياء هن نقاط القوة بالنسبة للفريق الأردني، فإذاك يركز عليه يمكن مدرب الفريق وركزون عليه اللعيبة بشكل كبير خاصة أنهم لعيبة خبرة. طيب. أما بالنسبة تايلند والصين أنا أتوقع أن يمكن تكون متكافئة، ولكن كفة الصين قد تكون أكثر من تايلند. لو تأهلت تايلند على حساب الصين تعتبر مفاجأة عبد الوهاب؟ لا لا، أنا أتوقع تأهل تايلند، لكن في كل الحالات الأطرف يعني أنه أنا أتصور أنه المباراة هذه المستفيد منها الوحيد هو اللي بيقابلهم في دور الثمانية إيران وعمان. إيه نعم، لأنه الفريقين دول لا يمكن يتجاوزون دور الثمانية في وجهة نظري. تتفق مع أحمد في الجزئية اللي قالها إنه الصين وتايلاند لا يمكن محظوظين؟ سرحان في إيش؟ لا ماني سرحان، بس إني قاعد ما ركزت بك. لا والله سرحان. الصين أنا أتكلم بجد، الصين وتايلاند فريقين يعني حدهم دور 16، ما يعني الصين رغم الضخ المالي في الدوري عندها من سنوات، إلا أن منتخب بس المشكلة بتقابلون لازم واحد منهم يتأهل. بيوصلون دور من حظ الفريق اللي بيلعب معهم في دور الثمانية. يعني اتفقت معه الحين؟ لا أنا متفق مع الصين. الصين وتايلند حدهم دور الثمانية، لكن دور 16 لكن هذه القرعة، وبالعكس يعني فوز أي واحد على الثاني ما راح يعطي. توك تقول يمكن في منتخب كذا يوصل للنصف النهائي. لا هو تكلم عن أوزبكستان. يمكن تايلند أو الصين يكون واحد من هالمنتخبات. لا هو تكلم عن منتخبات قوية. ما عندهم. أردن وأوزبكستان عندهم. يعني شوف أنا إذا 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 بنزل للمستوى هذا ممكن إنه تكون الأردن توصل دور الأربعة وتوصل للنهائي. على فكرة تاريخيا الصين كانت وصيف في مرتين وتايلند في مرة. إيه بس. الصين ضدك. عام 84 وعام السبعينات يعني ما زي اللي الآن يجي يقول لك الأورغواي جابت كأس العالم 1930 يعني ما الأورغواي الآن تعتبر من الفرق العادية جدا في ما هي من صفوة كأس العالم رغم أنها جابت كأس العالم. طيب فؤاد أنور، تايلند والصين تتفق معهم في الحديث أو فيما ذهبوا إليه؟ والله الفريق برضو التايلندي برضو متطور حقيقة، وانا عندي تقريبا 40 ثانيه، وانا بيني وبينك لو فاز التايلندي على الصيني ما انا راح اعتبرها مفاجاه، لان قبلها متعادل مع اليابان صحيح. وقبلها متعادل مع استراليا، من افضل فريقين في القاره. فاذا سواها حتى هم بالنسبه لهم ما راح تكون مفاجاه. طيب بس هزم الهند 4
اول افتتاح هذه المفاجاه شالوا مدربهم بعد المباراه هذه صح شالوا مدربهم. شكرا لك فؤاد انور يعطيك العافيه. شكرا لك حمد العقيل. شكرا لك عبد الوهاب وهيب. شكرا لكم شكرا لك محمد صلاح يعطيك العافيه. الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان. نلقاكم على خير ان شاء الله غدا في نفس التوقيت 10 مساء. الى ذلك الحين كل التوفيق للاخضر ودمتم في رعايه الله. Again, shout.